حتى لو في الورد شوك، حتى لو كان يوم دابل، مين يقول ان الحياة حزن او ضيق او زعل، مين يقول ان الدروب والبيبان تفلت. اوعى تيأس يلا قوم، طول ما في دايما امل مع بهية. ايوه لسه في امل. شادية المعروفة بأم إسلام، ست اختارت إنها تعتمد على نفسها وتتسند على شغلها. يا أهلاً يا أهلاً. أهلاً أهلاً. عايشة وحيدة، لكن وجود بنتها في حياتها هون عليها المرض، وظهور بهية في عز محنتها زاد من قوتها. أنتي كنتي بتشتغلي في السياحة؟ وسبتي الفندق اللي كنت بتشتغلي فيه وجيتي هنا القاهره، انت منفصله عندك 3 ولاد. وجيتي اشتغلتي هنا في مشغل ولا اشتغلتي في مصنع خياطه؟ مصنع خياطه. وبعدين حسيتي كده وانت لوحدك ان انت عندك كلكعه في صدرك؟ نعم. احكي لي بقى، سالتي مين ولا عملتي ايه؟ والله انا سالت ست جارتي في السكن بتاعي اللي كان قبل من ده، انا كنت واخده الاول. فبقولها والله يا حاجه ام حسن، انا حاسه بالم في صدري، ورم كده، حاجه ناشفه كده في صدري، شكلها غريب قوي مش عارفه. ورحت المستشفى الهرم وما ادولوش على التشخيص، وحسيت ان هم مدخليني في فاتوره فلوس، هخش بقى هعد فلوس. بس انا مش عارفه في ايه عندي. فقالت لي لا ده في مستشفى، انا جايه من عند عمتي اخت جوزي. طلعت كده قدامها لقيتها مستشفى بيا، فبنتي راحت محاوله على بتاع الامن بتقول له النبي المستشفى دي بتاع ايه؟ قال لها دي بتاعه الثدي، اورام الثدي. قالت طب ممكن تدينا ورقه شوف النصيب، ورقه ان انا بالتليفونات هنا، عشان راحت امها تقول لها انت فاول على نفسك ليه يا زينب؟ فقالت لها لا يا ماما، لا اي حد يحصل له حاجه ويحصل لي انا، شوف النصيب والقدر، ان انا اقول لها قالت ده الورقه مع زينب، انا هجيب لك الورقه من زينب. وطبعا لما جت زينب قالت طب انا هخلي بيوم اخويا يتصل لك. قال لها لا ده صاحبه الشأن لازم هي تتصل بنفسها عشان بيسالوها، هنسالها على الوضع اللي عندها ايه ونحجز لها وناخد رقم البطاقه بتاعتها. صح. بس فراحت فعلا جابت لي الرقم واتصلت بمستشفى بهيه، فاخدوا مني الرقم البطاقه بتاعتي واسمي. سبحان الله، عشان انا نيتي خالصه وماشيه مع ربنا، يتشخص ليا الحاجه دي ام حسن ان هي تخليني اروح بهيه. ولذلك انا بالوقت ما بلاقي حد يقول انا تعبان او حاسس بكده اقول لهم على مستشفى بهيه. انا بحاول الرساله اللي انا اللي حصل لي بحاول ان انا بقوله للناس على اساس بساعد، لو حد عايز مثلا يروح المستشفى بساعده واقول لهم مثلا لو حاسس كده. كانت الدنيا مقفله في وشك، الدنيا كانت مقفله، كانت والله العظيم عايزه اقول لك كانت سودة. لكن بقيت اقول اعمل ايه يا رب، اعمل ايه وانا معيش المستشفى الهرم، وشوف ربنا يشخص ان اروح مع الحاجه ام حسن واقول لها الامر كذا وبعيط. قالت لي على بهيه، لدرجه ان انا عايزه اقول لك انا عايزه احب كل بلاطه في بهيه يا روحي. الاستندات الحديد دي انا بحط ايديها كده ببوسها صدقيني، واول ما اشوف بس اللوجو بتاع الحاجه بهيه عثمان حسين اقول الله يرحمك الله يرحمك. انت خدتي بايدينا وكتبتين، وهو العمر ربنا كاتبه لنا، بس انت خليتيني عشنا الحياه وشلت من الالم اصعب الم. انا بمشي والله يا مدام دعاي، اقسم بالله باجي جنب اللوجو بتاع حاجه بهيه المستشفى وابص كده واحس انها بتكلمني تقول انا خدت، انا جبتكم عشان انا حاسه باللي انتوا فيه يا قلبي. عايزه اكتر كده حاجه اللوجو بتاعها، اقعد ابص له كده واكلمها يا قلبي، لحد ما وصل المستشفى والامن بيقابلني بعد العمليه يقول انت بقيت زي القمر الحمد لله على السلامه. البسمه بس تكفى في وشهم. خلوني حبيت بهيه. عايزه اقول لك انا ما بشوف حتى الاعلان بتاع التلفزيون اقول لها حبيبتي حبيبتي والله مستشفى جميله حبيبتي والله العظيم. فانا المستشفى حبيتها. انت ولادك ولدين عندك ولدين ما بيسالوش عليك يا شاديه؟ ليه يعني؟ ربيتكوا وكبرتكوا وخلت كل واحد قد البتاع، ما بيسالوش على ماما ليه؟ للاسف انتوا بترفصوا الثواب والنعمه برجليكوا. للاسف يا مدام دعاء، الاب اداهم كاس ان انا رميتهم، لكن انا ما رميتهمش، انا كانت عيشه صعبه معايا بصراحه. طب بصراحه فيهم كاطفال كويس. البنت كويسه ما كانتش بتطلع عني بساعه ربنا بتسال عني. ولحد ما كبرت وجوزتها وقفت معاها في جوازها. قلتي لي قال في ستات قال بتخاف من الست اللي عندها كانسر وتبص لها بصات مش حلوه. هو
وده كان مأثري نفسيا. وطبعا ما جيت اعمل بقى موضوع الدعم النفسي بصراحه ربنا نفعني الدعم النفسي نفعك جدا. عايزه اقول لك 80% و20% عليك يا والله والله ربنا يخليهم جيهان و... ومدام مهندسه وفاء وإيمان مجموعة بصراحة وساندي بصراحة ربنا عايزة أقولك يعني المجموعة هناك ربنا يخليهم يا رب ربنا يخليهم. كل ما يكلموني أجي عند الكشف أعيط إيه يا حاجة أقول لهم نفسي تعبانة نفسي تعبانة نفسي تعبانة. فبصولي كده قالوا لي إيه طب إحنا هنفرفشك إيه اللي تعبك يعني بقى لقيتهم بقى زي ما بيكونوا بيعملوا أرجوز يا أختي كمان. فأنا قعدت أضحك بقى بصيت لقيتهم بقى جاب لنا مثلا إيه ورقة اكتبي إيه اللي اكتبي اوصفي نفسك حاجات بقى تحسي جميله تطلعك يعني تحسي ان انت زي ما بقول ايه حركه يعني بتعملي كاريكاتير مثلا خلوكي كده تتحركي. ايه اللون اللي انت بتحبيه؟ ايه الحفكه اللي انت بتحبيها؟ ايه اللي ما بيعجبكيش في نفسك؟ ايه اللي مش عارفه ايه بيسلوك يعني بتتسلي ايه الخيط نعمله كده نعمل ايه زي نظام شبكه الصياد دي قال يعني ان احنا ايه كلنا شبكه واحده كل اللي زي تعبانين وكده إيه مثلا تيجي اللهم صل على النبي تقولي تعالي احكي لي قصتك مثلا عملتي ايه بعد يعني اول ما اكتشفت المرض بينا نتكلم بتحكي بتخرجي كل اللي جواكي. طب انتي قلتي لي ان لو معايا 10 جنيه ما بستخسرهاش وممكن احطها في صندوق بتاع بهاي انتي يعني برضو انتي لوحدك ومفيش حد بيصرف عليكي بس عايزه اقول لك وبتشتغلي وانتي تعبانه حاجه انا بقول يا رب يرضيني واعمل اقدر لو في امكاني حاجه الباقيه دي اعملها اعملها ده انا بخرج من الكافيه مدام دعاء بيبقى معايا باقي فلوس كده 10 جنيه و5 جنيه واكون جنب الساندبوكس كده اروح عاملها سقطها كده اقول لا انت ده انت اديتيني كتير دي حاجه بسيطه مكسوفه بروح عاملها كده عشان ما حدش يشوفنا عشان هي قليله بروح مسقطاها وعامله كده وبص كده اقول ربنا يزيدك يا رب ربنا يزيدك. انا عايزه بكلمها بكلم كل حاجه بهيه كل حاجه بهيه بتحركني اتكلم. عايزه اكلم كده حاجه لا الو الو مدام شادية ازيك؟ احنا شركة ايكون من شركاء الخير مع مستشفى بهية وسمعنا عنك كلام كتير قوي بيقول ان انت قد ايه بطلة علشان كده احنا بنحاول نبسطك بحاجة صغيرة جدا ان احنا هنعمل لك معاش مدى الحياة 500 جنيه شهريا ان شاء الله. شكرا ودي حاجة صغيرة جدا. شكرا مرسي خالص مرسي خالص شكرا يعني دي حاجه بسيطه والله يخليكي يا رب يخليكي نعملها ويا رب كده يعني انت دخلتك عليها عارفه بالدنيا الله يخليكي والله اقسم لك بالله انا حاسه عيد انا مش قادره اتركن بقول المساعده انا حبيبه قلبي مدام دعاء فاروق جايه لي النهارده مش مصدقه ده انا شفتك في المستشفى واحنا بنعمل تورته وقاعدين وانت قاعده في الدعم النفسي معانا منورانا حبيبه قلبي ودي داخله للواحده كانت قاعده على كرسي راحه جايبه لها هديه ده انت عايزه اقول لك كنت قد ايه الست اللي كانت قاعده في الكرسي تعبانه وانت داخله تدي لها هديه لان بقيت اقول ربنا يديك بتدعي لك يا حبيبتي الله يخليك حلاوه نفسها وطيبتها وحنيتها الله يخليك يا حبيبتي والله ما يبشاش في وشك الله يخليك وطعمتك والله محبتك للناس والله العظيم واشوفك كده من اسعد لاسعد وتشيلي وتحطي لنا البسمه زي كده يا رب. المعاش الشهري مدى الحياه مقدم من شركه ايكون. لا كتير قوي لا والله دي ست لقت الدعم والعلاج من بهية واحنا حاولنا نفرحها مع بهية انما في غيرها طوابير من الستات نفسهم يلاقوا الدعم ويتعالجوا. اتبرعوا على رقم حساب 8 ستات في كل البنوك المصرية أو اتصل على 162-02